يا عم كل سمين وانزل على المجاهدين، واللي مالوش في المهنة يلعب في الدهنة، ومش عايزينه زار عشان صاحبها جزار، واحنا اللي اتنحنحنا وضربنا الخنصر في اللحمة. بتقول يا عم صابر؟ احنا اللي اتنحنحنا وضربنا الخنصر في اللحمة. ما سمعناش لحد السما. يا عم احنا اللي ضربنا الخنصر في السما، غرقنا النجوم دم. تعال عند المداح يا باشا هترتاح، حلويات وبمبار وكبدة وكفتة وسجق ولحمة ومخ وطحال. المداح بيعمل ايه؟ بيعمل الاكل الطيب. مدد يا رب. مدد يا رب. طلبات ولا سندوتشات؟ طلبات مشكل. لا هات كبده بس للحاج. هنيا قبل ما نبدا كده عايزين نصلي على النبي كتير. على الصلاه والسلام. على الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شعار المداح ايه؟ مدد يا رب. مدد يا رب. هنا يا عمر تعالى. بص دي كبدة بنيه. دي كبدة بنيه. دي كبدة بنيه. كبدة برده. تمام. وكل واحد طبعا ليه نفسه في الاكل وليه يعني التركيه بتاعته كده. بس المدح بيعمل تركات وحركاته مختلفات. طبعا طبعا طبعا. اللي بيجي هنا طبعا يعني بيجي هنا عشان يفرح مش عشان ياكل بس، الاكل والضحك والهزار والمحبه يعني ماشيه بالحب يعني مش ماشيه مدح. انا عايزك تعديلي كده وتقول لي شعار المداح ايه؟ شعار المداح مدد يا رب. مدد يا رب. مدد يا رب. حلويات وكبده وكفته وطحال ومخ ولحمه راس. طلب مشكل هنا لعمي. تمام. وعمي ياكل ايه؟ معالي الباشا. دي الحلويات تشكيله بقى. دي تشكيله الحلويات. اه البومبار والفشه والصليبه والمخ. ده البومبار والفشه ومقطع معاها طحال ساعات عادي يعني. ونقطع طحال. اه قول لي بقى ست البيت ما بتعملش الحاجه حلوه زي دي ليه؟ ما هي اساسا يعني ايه، هي صنعه، هي مفكراها ان هي اكله وخلاص ولا طبخه وخلاص. دي صنعه وفن. الاكل ده فن ونفس، واللي بياكل بياكل بعينه قبل اي حاجه. لازم تبقى النظافه والوضع كده زي ما انت شايفه. خليكي معايا هنا. ده الطحال. ده الطحال. الطحال اشهر طلب الناس بتحبه من عندك ايه؟ لحمه الراس والطحال والمخ. لحمه الراس والحلويات طبعا دي شيء اساسي يعني. دي لحمه الراس صح؟ دي لحمه راس. دي بس لحمة دي سمينه شويه. تمام. يبقى معايا مثلا بنطعمها بحته لسان. لسان؟ اه لسان عجالي، ما عندناش ضاني، شغلنا كله عجالي. عجالي. حته مخ. انت اللي بتنقل الحاجات دي من المطبخ؟ ايوه طبعا. حاجه اساسيه. مش عايزين وزار عشان صاحبها جزار. مش عايزين وزار عشان صاحبها جزار. طبعا. انا هنزل كده واقول بقى الجمله دي اللي على الشارع. انا يا حاضر. مش عايزين ايه؟ يا عم مش عايزين وزار عشان صاحبها جزار. اهو يا باشا. ايوه. احلى مسا على الرجال. ده ب 70 جنيه بس عند المداح، مش هتلاقي غيره. ده اكيد عرض عمو عشان مخصوص عشان. ايوه يا باشا. ايوه باشا. عشان موجودين. لا عشان طالعين من رمضان وكده فعايزين نفرح الناس. احنا كده ابو كبير هيعمل طبعا. ماذا ده رب ياكل ويمشي. ياكل ويخصم يعني عليهم؟ عشان خاطرك بس. خصم على الطبق. طبعا 70 طلب ب 70 عند المداح. الطبق الكبير. كبير ده اكبر حاسب. بيتباع ب 100 هنبيعه ب 70. 70. ميه لعمك نفسها. ومش عايزين هزار عشان صاحبها جزار. قد ايه عمري؟ تشكيله. ست الكل هتاكلي ايه؟ طلب ب 70. طلب ب 70. عايزه ايه؟ السندوتش ب 15 وب 20. اللي انت عايزاه. عايزه ايه؟ هنا ب 20. ابو 15 هنا وهنا والناحيه دي ب 20. اللي انت عايزاه. عايزه ايه؟ بس كويسه يعني. اللي انت عايزاه ست الكل. عينيا حاضر. الطحال بقى. اه طبعا ده هنشكله. بتحبشوا بالطحال؟ طبعا. يعني ده. احنا الناس بتيجي شم الروائح من بعيد. اه بقى لا دي التركايه ما ينفعش تطلع بقى. مش عايزين جزء من التركايه. طيب ماشي. دي الدقه بتاعتنا احنا، عمال ايدينا والفن هنا. قول لي بقى اللي في اخر الشارع في الميدوب شامم الريحه وياه على طول.
واللي في اخر الشارع في الشيخ مونتاج بيجي برضه على الريحه، بيجي على طول. اه طبعا، يعني لو تهت ومش عارف الطريقه هتيجي على الريحه، هتيجي على الريحه. اه ما تغلبوش الريحه، تغلب الالوان. طبعا جينا على الريحه طبيعي. الله يستر. احنا جينا على ينفع نجيب الف انا وشوف، وعلشان ريحه الاكل تبقى حلوه زي كده. ازيك يا عم؟ سلامي سلامي. قول لي بقى يا عم، واخد طلب ايه؟ كبده. كبده. قول لنا بقى ايه رايك في مأكولات المداح؟ المداح اللي عنده ترتاح فعلا، بيريح المعده وبيريح ال، يعني بص اي ست بيت مش هتعرف تعمل الحاجات دي. ليه؟ لان دي ارزاق وربنا بيحط فيها البركه والنفس وتلاقي الطعام طبعا كويس. معني بس التالت كتير اساتذه بالطبخ بس ما بيعرفوش يطلعوا دول حاجات دي. المداح ده طبعا ده خبره، ده خبره السنين طبعا، بيعمل حاجات الصح، بيجيب البضاعه الصح. اكتر طلب بقى بتيجي عنده وتطلب ايه هو؟ لا انا كل واحد له طلب معين، في ناس عايزه كبده، في ناس عايزه. لا طلبك انت اللي بتيجي. انا كبده. هو بيحب الكبده على طول، كل ما يجي معروف طلبه خلاص اتعرف مره فبينزل. زي طبعا مسجل الاستاذ وحاج سيد، معلش ازعجناك. الله يخليك يا عم، ازعجناك معلش. الطلب بتاع المداح ايه عندك بيفضله؟ الله ينور. والله مشكل يعني بتحب المشكل؟ حاجه لطيفه. هو بيحب الطحال وبيحب. انا باخد معايا العيال انا مروح. الله يخليك يا عم، تسلم. بص ماشي، خد البمبار الاول. اهم حاجه النظافه طبعا طبعا. كل ما كذا مره الحاجه اللي بيتي ما يكونش منها من النظافه ما اطلعهاش بره. ما ينفعش ان انا اجيبها اساسا، فاهم؟ اهم حاجه شعارك النظافه، فاهماني؟ وبعد كده الحياج والصنع واللسان، لازم تبقى مقدمه مع الناس، وقفتك نظيفه، تبقى اكلك نظيف، تعرض الشغل صح. هي هنا الفكره، هنا انت ازاي تعرض الشغل، اصل دي الشغلانه دي خرصة يعني ما بتتكلمش. فاللي بيعرضها ايه؟ الشكل والنظافه والحياج والامانه والصنعه. فانت لازم تبقى واقفه صح، مش اي حد يقف ويعمل وهيشتغل. لا قول لي بقى، انت قلت في ناس كتير، يعني قلت لي من فتره طويله في ناس كتير جت كانت بتتعلم مني الصنعة. طبعا واللي اتعلم فتح حركات المكياج. طبعا بس في حاجات ما ينفعش تطلع، دي اللي مميزاني. دي اللي مخليني انا يعني ايه مميز في شغلي. تمام. عايزين بقى الصينيه اللي هي ترتيبتها جميله دي بقى. تمام. يعني بسم الله ما شاء الله، دي صينيه التوب دي. طبعا دي الفي اي بي. دي الفي اي بي. طبعا. كلمنا على صينيه الفي اي بي. طيب دي بتبقى، لو انا هاخد الصينيه دي كلها تقع عليا بكام؟ ببلاش ليك انت. الله يخليك. اللي انت عايزاه. الله يخليك. كده نخسر يا عم محمد. لا لا ما فيش خساره، اللي فيها لله عمرها ما تخسر. اللي فيها لله عمرها ما تخسر. الجعان ياكل. يعني دي بتبقى مثلا يعني ايه، اقول لك على اللي فيها، اقول لك على اللي فيها الاول. تمام. بيبقى فيها مثلا زي ايه؟ ده مخ. ده مخ. ده مخ. ده بمبار. ده بمبار. دي طحال. دي طحال. ودي لحمه راس. دي لحمه راس. تمام. وبيبقى فيها يعني الحياج بقى بتاعها والرشه بتاعتها، فما هي دي اللي بتميزها. ما كل حاجه ليها حياج على فكره، فيها تركات وحركات المكان. كل حاجه ليها حياج، يعني الطحال بيتحايج بحاجه معينه، اللحمه، المخ، البومبار طبعا ده بتعمله ست الكل ماما، فبتفرق بقى هنا بقى ان اللي بتعمل اكل ست الكل. عندك من دول بومبار. الف انا وشوف بتاع ست الكل. طبعا. تمام. نيجي بقى للصينيه الثانيه. الصينيه الثانيه فيها كفته. كفته. وفيها كبده بانيه. دول ينفع يبقوا مع بعض. تمام. ما ينفعش يبقوا هنا، فهي كل حاجه ليها حاجه. ما في بقى اللي بيحط كله على بعض. دي اللي بتتنقوا منها وانت بتعمل. طبعا. تمام. دي صينيه الملوك الفي اي بي. مفيش اي تحدي قدامك. طبعا. تمام. دي صينيه بقى ايه؟ دي الحلويات بقى، دي بتاعت الغلابه، مدى دراب. دي المزاج ده. هي دي اللي سميناها مدى دراب. مدى دراب. دي مدى دراب. دي كتبنا علشانها مدى دراب. مدى دراب. دي بتاعت الغلابه والمداح بتاع الغلابه. والمداح بتاع ابيض على الابيض. قبل ما نفصل معاك كده، يعني احنا النهارده كان لايف جميل وبسيط وكويس معاك وكويس بالناس اللي احنا قابلناهم. طبعا عندك. طبعا طبعا باخواتي. عرض كده الجمهور ابو كبير، اللي هيجي تابع ابو كبير، اللي هيجي تابع ابو كبير هياخد اللي عايزه وتحت امره خدامين. والعرض بقول لهم ان ده والله عرض مفاجئ. لا ده عرض مفاجئ، اقسم بالله انا عملت كده علشان خاطرك وعلشان خاطر البرنامج بتاعي. العرض ب 70، ابو 100 هنبيعه ب 70، واحنا بتوع الغلابه واحنا بتوع الغلابه وهنبيع بالخساره يا باشا. مدى دراب. تمام.
واللي يجوا ينقوه من اي صينية. طبعا اللي عايزه ياخده. واللي تختاروه من اي صينية. دي صينية بقى الطحال واللحمة الراس والمخ والممبار. ودي صينية الكفتة والكبدة. وهنا الحلويات التشكيلة كلها فيها. والتشكيلة بقى الحلويات. تشكيلة الحلويات كلها فيها. واجمد سندوتش عند المداح بكام؟ بعشرين. بعشرين. وهنبيع بالخسارة. أوبا. يلا بقى. ماذا دي يا رب؟ عشرين. 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 أجمد حاجة بعشرين. أبو 35 مجي بعشرين. بعشرين. شازل أسيوط المتاح. يا باشا. بعشرين. هنبيع بالخسارة. بالخسارة. ماذا دي يا رب؟ الله يستر عليك. خلي الغلبان ياكل. خلي الغلبة تاكل. ماذا؟ أعزائي الكرام، أعزائي المشاهدين، متابعينا أبو كبير ميديا في كل مكان، شكرا ليكم وشكرا لحسن متابعتكم. نلقاكم إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش بقى كلام حلو منكم لصابر المداح، عايزين كومنتاتكم، عايزين كلامكم الحلو، عايزين بقى قولوا لنا أفكاركم في صوان السمين، بتحبوها إزاي، بتحبوا بتكون مشكلة ومحبشة بيه. نلقاكم إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام يا استاذ صبر. سلام. الناس بتقول لكم بارك الله فيكم جميعا. ما تنسوش بقى، ما تنسوش تسمعوا اللايف عشان في عروض جامده وعروض حلوه ليكم. وكل اللي هيجي عند صابر المداح هنا ويقول له انا شفت اللايف بتاعك من عند ابو كبير، ليه تخفيض خاص الطبق اللي ب 100 ب 70 ليه؟ يعني 25%. 25%. اعزائي الكرام، نلقاكم في فيديوهات ثانيه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حضرتك بتشوف